عمل فني صوري بفكرته وصانعيه احتضن أطفال من فرقة بيتا تحت عنوان أوبريت النخوة العربية. أوبريت غنائي برسائل مهمة ومعان ودلالات يحمل رسالة شكر للأخوة العرب لكل من قدم وساعد الشعب السوري في كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا. نحن مهما كان مهما جرى الدم ما بصير ما نحن رجعنا أخوي ونحن أخوي. نحن هلا شفناهم وقت ما صار الزلزال كلهم طيارات ومعونات وكذا ما رادوا يعرفونا لحالنا. هذه الرسالة التي يحملها هذا العمل يتوجه إلى الأخوة العرب بكلمة شكرا من سوريا من الشعب السوري بهذه الطريقة لكل من قدم لكل من ساعد لكل من يقوم بأي خطوة هي في الاتجاه الصحيح. كما هو معروف الموسيقى لها دور والفن له دور في حياة الشعوب، وبالتالي بهذه الطريقة يمكن أيضا أن نوصل صوتنا إلى الأخوة العرب لنقول لهم شكرا على ما قدموا. أوبريت النخوة العربية هو نداء ورسالة من فرقة بيتا وباسم كل سوري مو بس باسم الفرقة، نداء للدول العربية. اسمه أوبريت النخوة العربية عم ننادي فيه الدول العربية انه توقف معنا. النداء هاد نادوا معنا، هبوا قوموا معنا، قولوا انه فكوا حصار سوريا للي محاصرين سوريا. تميز هذا العمل بشعور غريب عجيب راح تحس اي انسان فيه، هي شعور يلي صاب السوريين هو الزلزال المؤثر يلي ضربنا واثر فينا كل واحد منا سوريين، وعم نفرجي الدول العربية يلي انه هي نحن السوريين هيك نحن صار فينا. فعم نشكر كل دولة وقفت معنا. الشعوب العربية متلاحمة ومتحدة، بعض السياسات تذهب يمين وشمال، ولكن بالآخر الدم العربي واحد والنخبة العربية واحدة وسوريا جزء من الشعب العربي الكبير. الأوبريت يعبر عن وقوف الدول العربية إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الزلزال من خلال كلمات صادقة ومؤثرة عبرت عن حب الشعب السوري لإخوته العرب الذين أبت نخوتهم أن يترك وحيداً في محنته.